الخدامة تطلب وحدها، نتاع الروقرات يطلب وحده، نتاع الجعب يطلب وحده، نتاع راست لي بعد داري باش نخلص. ساعة توقفت وقت اللي توقفت ولادي قالوا لي لا بيع الدار خلص روحكم بعد يرحم الله. يعني اللي فهمته انا خذيت مارشي في جلمة قلبوك في فلوسك الدولة، تعرضت للجلطات الحمد لله على سلامتك الساعة، وبعت دارك باش 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 كيما نقولوا احنا خلصت شيكاتك سينورك في الحبس. والله راني في الحبس وتبقيت 21 يوم وانا موقوف. كنت توقع يوما ما تصير لك جلطة من جراء العمل؟ بالضبط، مادام وصلت 9 جلطات. 9 جلطات؟ 9 جلطات. انا مش فايق بهم، الدكتور اللي مامي في سبيطار مامي هم اللي قالوا لي عليه. في بالك 9 جلطات راه ثم سين جلطه واحده تقضي عليه؟ 4 جلطات 5 جلطات على القلب واربعه دماغي. لطف على خويا، هذا مركب تو 4 رسولات. ربي يعطيك صحتك. هنيك عايش. المقاول اليوم في تونس ولا يهرب من البته ومن لونشير بيبليك نتاع الدوله، صحيح هذا؟ صحيح، من كثرة الرشاوي ومن قلة الخير متاع المهندسين تاخذ أمورك واضحة لبس عليك ماشي. تتصور أنا قلت لك الشركة اللي خلصت فرنسا وقتها متكلفة عليها وبلجيك، وجو عملنا جلمة هذية وعدينا فيها كاميرا طلع فيها 0.75. يعني تصور هما طلبوا لوناس متاع تونس قالوا له علاش ما تصلحوش وعلاش ما تهزوش هو يصلح لوناس نتاع العاصمه. ليونورما نتاع الخدمه مريقلي. مريقلي. نجي في الاخر بكل. نجي نخلص. هات ما ثماش. قديه عندك في دومين مثلا المقاولات؟ 42 سنه. 42 سنه في المقاولات. سؤال يطرح نفسه، ما نحكيش على فتره ما بعد الثوره، فتره بن علي. شنو الفرق بينها وبين بعد؟ بالنسبه للمقاول. الله يرحم والديه بن علي. نعطيك بالضبط، الله يرحم والدي. في بن علي شريت التراب، بنيت الدار، شريت كاميون فورد جا رانجر، شريت الكهرباء كليو، شريت الكليو لولدي، اموري واضحه. فرهدت الامو. اي ومخلص اداءاتي جمله. هذوما كلها مشاو بعد ما مشى بن علي وزيد فوقهم 9 جلطات. نهار في, في في العام اللي خرج فيه بن علي خرجت فيه نهار رزاقي كل في جرته معاه. خرجت كاميون والدار والدنيا كل. تصور ما عندكش دار باش بعتها خلصت شيكاتك وفلوسك عند الدولة، راك في الحبس. راني تو في الحبس. الدولة تسالها برشا فلوس؟ 380 مليون. لأي وزارة هذا؟ وزارة التجهيز، وزارة ديوان التطهير. ديوان التطهير 380 مليون، وديوان التطهير ناقص فلوس؟ ديوان التطهير أغنى ديوان في تونس هو ديوان التطهير. معروف هذه. حتى في الاداءات تشوف الفاتوره نتاع الماء تلقى التطهير اكثر من الماء. ثم مقاولين اخرين تعرضوا لنفس الشيء كيفك؟ 14 مقاول. فما اللي 4 مليارات سيدي خويا. يسلم للدولة. ها؟ فما اللي يحب نسمى انا احنا 7 محامين دافعوا علينا. انا نسمى اقل واحد. شنو هو الشيء اللي يخلي الدولة ما تخلصش المقاول اليوم؟ الأسباب. والله ايش باش نقول لك، الاسباب هي الميزانيات والفلوس، فلوس والسرق. قبل ما كان السرق، تو ممكن صحيح تتبدل شويه، ما قبل كان سرق. من حيث اللي دخلت فيها النهضه كل شيء مشى على روح. المعروف انه ديما اللي عنده شركه مقاولات يربي ولده على الدومين هذاك باش نهار هو اخر يتسلم هو زمام الامور. اليوم ولدك ترضى له انه يكون مقاول؟ والله لا نرضى له، وما الله غالب مكره اخاك لا بطل. انا ولدي مهندس، قريت مهندس في الدومين. حطي في الدومين. ما ندمش اللي قرا الهندسه؟ والله ندم على جال تو بطال. يعني تو تعرف يخدم بيدي، يدخل مثلا انت عندك بنيه يدخل هو يبني بروحه ويكفرج بروحه وينظف بروحه. يشرف ويخدم. يشرف ويخدم. ما زلت في الميدان تاع المقاولات ولا بعد؟ خرجت عندي 5 سنين تو. 5 سنين. 5 سنين. ما ترجعش نهار اخر؟ شايب سبيل المحال. انا اولا الحالة الصحية نتاعي ما تخلينيش نرجع. تو لقيت في دبابز تو. من مقاول بدارك بشريكتك بكمينك إلى إنسان من جراء الدولة ما صبتلوش فلوس يلقيت في دبابز، سامحني يلم في الزبلة. بالطبيعة باش نعمل؟ باكو دوام تاع أقل باكو دوام 90 ألف.
كيفاش تحبني انا ما نلمش. في هذا السيد هذا كان مقالب ماتريالو تو وصلت به الدنيا ولي يلم في الدبابس من نفيت هذا يا جاري. انا كانت عندي تريسكوبي، كان عندي تراكتوبير، كانت عندي كاميون الوام، التراكتور، الكاميون، الكهرباء موجودين، كل ماتريال موجود تبيعه. انا راه نعرفك الساعه نعت انا نعرف وعينا نبنكو في قهوه ضو. الله يرحم الله يرحم معنا بالطيب هاي الحمد لله. كي انا طلعت صادق يعني مش نكذب عليك. تو رجعت الميموار يا احمد وديجا انت دارك في بالي في بالك بداري شكون بعد يعرف كل شيء هكا داري تعرف وقت مشيت في وانا موقوف ولادي مشوا قلت لهم جيبوا خبير قوموها شوفوا نعملوا عليها قرض. الخبير نتاع البنكة نتاع بنك السعودية قومها بمليار و400. قديش تبعت؟ تبعت ب 780 تقريبا نصف المبلغ. نصف المبلغ يعني المذبوح يكملوا يعفسوا عليه بالضبط. هذا وقت شافوا الاولاد هكاك قال نبيعوا الدار خير من تعملوا يا ما خير ولا الحبس. اتحطيت في وضعيه رجال باه هكا عملت قرض مني مش خلصها فهمني. وحاله اخرى اللي نقول لك عليها احنا المنطقه دي حاولوا بالله كيفاش تحكوا في الشباب. الشباب هو اللي تعب. الشباب تعب بالضبط.